مسألة رفض التهجير لم يقتصر فقط على ما أعلنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل رأيناه في شوارع الدولة المصرية كافة، وربوع مصر تنتفض ضد هذا المخطط، وخرج المصريون للتأكيد على رفضهم تهجير الفلسطينيين، ويؤكدوا أن أرض فلسطين للفلسطينيين في حالة من الاتساق الكبير داخل الدولة المصرية بين الشعب والرئيس الذي عبر عن كل مصري ومصرية بموافقته أو بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وفي رسالة واضحة لكل من يريد تمرير مخطط التهجير بأن الشعب المصري كله موحد ورافض له. وأكد أيضا أن كل المصريين متحدين خلف قيادتهم السياسية ضد كل ما يمس أمن مصر القومي، وقدموا للقيادة تفويضا باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي ومنع تصفية القضية الفلسطينية.